ما الذي يجعلك تتجشأ؟ أولا، التجشؤ الناجم عن المشروبات. إن الفوران، الصودا والجعة وكل المشروبات الأخرى التي تحتوي على غازات والتي تم تصنيعها باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون تضيف هواء إضافيا لمعدتك والذي يصعد نحو الأعلى كما دخل عن طريق الفم. وعليك تجنب المشروبات الساخنة إذ أن رشفها يسبب بلع الهواء والتجشؤ. ثانيا، التقرحات المعدية وطريقة تناولك للطعام. قد يكون التجشؤ في بعض الأحيان علامة لوجود قرحة في المعدة. من الشائع حدوث القرحات في جدار المعدة، فقد تسببها الإنتانات. كما يعد تناول الكثير من مضادات الالتهابات غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين إحدى المسببات لها. إذا كانت لديك قرحة، قد تتجشأ أكثر أو تشعر بالامتلاء والانتفاخ بعد تناول الأطعمة الدسمة. قد تؤلمك معدتك أيضا بعد تناول الطعام. وتشفى القرحات بالعلاج خلال شهرين عادة. وإذا كنت تتناول الكثير من الطعام دفعة واحدة أو تتناوله بسرعة، سوف تبتلع هواء إضافي خلال ذلك. أغلب الهواء لن يذهب إلى معدتك، سيبقى في المريء، أو كما يسمى باللغة الفرنسية إيزوفاج، الذي يصل البلعوم بالمعدة حتى تقوم بتجشؤه للأعلى. تمهل عند تناول الطعام وامضغ الطعام جيدا. اجعل الحصص أصغر أيضا لكي تقلل من التجشؤ. تحقيق وزن صحي قد يحدث فرق، الوزن الزائد يزيد الضغط على المعدة. عدم تحمل اللاكتوز لاكتوز انتوليرانس. العديد من الناس لا يملكون البروتين الذي يهضم اللاكتوز، وهو سكر طبيعي في الحليب. إذا كنت واحدا منهم، فإن أمعاءك لا تستطيع هضم المنتجات التي تحتوي على الحليب بشكل كامل. بدلا من ذلك، يتخمر اللاكتوز في معدتك. الهواء الإضافي الناتج عن ذلك يمكن أن يجعلك تتجشأ. قد تشعر بالألم وبأن بطنك منتفخ أيضا. تجنب منتجات الحليب أو اختيار المنتوجات الخالية من اللاكتوز سيساعد. يمكنك أيضا تناول المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تساعد الجسم على هضم اللاكتوز. الأطعمة الحارة أو عالية الحموضة. البصل والطماطم وثمار الحمضيات عالية الحموضة، يسبب تناولها لبعض الناس شعورا بحرقة إيرتبيرن. يمكن للأطعمة الحارة أيضا أن تسبب تجشؤات مسببة الشعور بالحرق في الناحية الخلفية للبلعوم. لإيقاف هذه الأعراض، قد ترغب في الامتناع عن تناول هذه الأطعمة. مرض الربو أيضا قد يكون التجشؤ علامة له، والسبب إذا كانت المسالك الهوائية ملتهبة، ستبذل جهدا أكبر لإدخال الهواء إلى الرئتين، وهذا يضع المزيد من الضغط على الحجاب الحاجز الديافراغم. هذه التغيرات قد تدفع الهواء إلى البلعوم وتجعلك تتجشأ. اضطرابات البنكرياس. البنكرياس غدة طويلة تتواجد جانب المعدة، تصنع عصارات معوية تساعد في هضم الطعام. التهاب البنكرياس سيؤدي بالإضافة إلى التجشؤ للتقيؤ والشعور بالانتفاخ والفواق أو الحمى. إذا شككت بإصابتك بالتهاب البنكرياس، اذهب إلى الطبيب. الحالات الخفيفة قد تزول لوحدها، أما في الحالات الشديدة ستحتاج غالبا للبقاء في المشفى وإدخال السوائل والمغذيات عن طريق الحقن الوريدي لتجنب إجهاد الأنبوب الهضمي. الكثير من البكتيريا المعوية. يساعد الحمض المعدي في قتل الجراثيم التي تدخل إلى الجهاز الهضمي. إذا لم تنتج معدتك ما يكفي من الحمض، ستزداد البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، وهي المنطقة بين المعدة والقولون. فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة السيبو يجعل عملية امتصاص الطعام أكثر صعوبة، فيتراكم الغاز ويسبب التجشؤ. خروج الغازات ورائحة النفس الكريهة هي علامات أخرى التجشؤ. اختبار النفس يمكنه أن يؤكد الإصابة بالمرض، وهو اختبار يكشف وجود غازي الهيدروجين والميثان في هواء الزفير واللذان تنتجهما البكتيريا المعوية. إذا تم تأكيد التشخيص، فإن الصادات وأدوية أخرى ستعيد الأمعاء لوضعها الطبيعي. الحلوى الخالية من السكر والعلكة.
يمكن للحلوى الصلبة والعنكة أن تجعلك تتجشأ، فأنت تبتلع الهواء عند استمتاعك بهم عفوا. إذا اخترت نوع خالي من السكر فقد تتجشأ أكثر، حتى لأن الكحول السكري الذي تحويه الحلوى لا يمكن هضمه بسرعة، وهذا التأخير في التفكيك يؤدي لإنتاج الغازات.